يقول: ما حكم من جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة وكان في سفر ورجع إلى بيته في الرياض الآن، هل يعيد؟ لا يصح ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن هذا شيء لم يرد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع رخصة تعتمد على الدليل، والأصل أن كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا بدليل شرعي، ولم يرد أنها تجمع صلاة العصر مع الجمعة. نعم.